ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ نستكمل مع بعضنا السيكشن الخاص بالساينسوريال سيريز دي باور كالكوليشن في السنجل فيز سيستم. تمام، طبعا هنراجع بس مراجعة سريعة على السيكشن اللي فات وأهم الحاجات اللي احنا درسناها. عرفنا يعني ايه instantaneous power، عرفنا يعني ايه average power، ممكن تسمى average power أو real power أو active power. تمام، وعرفنا يعني ايه reactive power، وعرفنا يعني ايه power factor، وعرفنا يعني ايه reactive power. الحاجات دي كلها already يعتبر البيز بتاعك. وعرفنا ال apparent power، وعرفنا ان هي عبارة عن ايه، في كذا فورم اللي هي الفورم ديت اللي هي البي بلس جي كيو في نص في الاي كونجكيت. تمام، او بتساوي في افكتيف سكوير على الزد كونجكيت. تمام، ولو هشوف الماجنتيود قيمه الماجنتيود للابيرنت باور هلاقي اللي هي بتساوي البي سكوير بلس الكيو سكوير كل السكوير روت. تمام، هي من طبعا معرفه الوحدات في الشغل بتاعنا. عندك لو انت هتشتغل على الباور اكتف باور يبقى وحدتها وات، لو هتشتغل على رياكتف باور هتبقى وحدتها فار، لو هتشتغل على ابيرنت باور هتبقى وحدتها فولت امبير. مهم جدا طبعا الشغل دوت والمصطلحات وشويه الاكسبريشنز ديت والترمز ديت هتفيدك جدا في الشغل بتاع الكهرباء. تمام، وده البيز بتاع الكهرباء. يعني انت اوريدي لما تيجي تتكلم هتتكلم على الباور، الابلكيشن بتاعك، الشغل بتاعك ايه، فبالتالي لازم تكون ملم بكل الديفينيشنز والترمز ديت على قد ما تقدر. تمام، وده اوريدي احنا شرحناه باستفاضه السكشن اللي فات. هناخد بقى ان شاء الله من اول هنا. طبعا المسألة دي حليناها السكشن اللي فات، وطبعا عرفنا يعني ايه الماكسيموم باور ترانسفير. الماكسيموم باور ترانسفير دوت اوريدي بيحصل امتى، امتى يحصل عندي او امتى يتحقق الكونديشن الخاص بالماكسيموم باور ترانسفير؟ بيحصل لما يكون اللود امبيدنس بتكافئ الكونجكيت بتاع السيفن امبيدنس بتاعت السيستم. تمام، لو انا اوريدي جي عملت اللود امبيدنس، عملت اللود بتاعي ككونجيجيت لي السيفن ايكوفالنت لي السيستم، بالتالي انا كده اقدر اعمل ماكسيمم باور ترانسفير للدايره الكهربيه بتاعتي. تمام، وطبعا خدنا المساله دي السكشن اللي فات وضحناها. هنبدا بقى ان شاء الله من اول مساله رقم 2 نبص عليها. المساله رقم 2 بتقول لك ايه؟ بتقول لك عندك ذا تو لودز جون ان فيجر 2. تمام، described as follow. عندك لود واحد بي absorb an average power بقيمة 60 كيلو وات وبي deliver reactive power بقيمة 70 كيلو فار magnetizing reactive power. يعني ايه كلمة بي absorb reactive power؟ يعني ايه بكلمة بي deliver reactive power؟ قلت بي absorb reactive power يعني ايه؟ positive. تمام، قلت كلمة absorb هتساوي positive، يبقى هو ده بيستهلك، يبقى الحمل ده بيستهلك active power او real power او average power بقيمة قد ايه؟ بقيمة 60 كيلو وات. وبي deliver reactive power، بي deliver reactive power بقيمة قد ايه؟ 70 كيلو فار. لما اجي هكتب الاس بتاعت اللود دوت، لود واحد الابيرنت باور بتاعت اللود واحد هكتبه ازاي؟ هكتبه بتساوي، يبقى الاس واحد بتساوي 60 كيلو وات. ليه 60 بوزيتيف؟ عشان absorb. ماينس كام؟ 70 كيلو فار. ليه ماينس؟ عشان بي ديليفر. تمام، واللود 2 اعطيك الامبيدنس بتاعته واعطيك الفولتج ات تيرمينالز اوف ذا لود هتطلع بكام؟ ب 2500 جذر 2 كوزاين 120 باي تي فولت. تمام، طبعا زي ما احنا عرفنا ان الترم ده بيمثل عندي ماكسيمم فاليو، بالتالي انا لو هشتغل على روت مي سكوير هقسم على ايه؟ هقسم على جذر 2. تمام، دي كده المساله لو جينا نقراها. تمام، بيطلب منك ايه؟ find the root mean square value دي source voltage، عايز يحسب ال root mean square value دي source voltage. طيب تمام، طيب ما انا already معايا ال root mean square بتاع ال load voltage. طب ال root mean square بتاع ال root voltage بيساوي ايه؟ هيساوي 2500 جذر 2 على جذر 2. يبقى انا معايا already الترم دوت، يبقى انا بالتالي عشان احسب ال voltage بتاع ال source ده المفروض اللي انا هعمل ايه؟ اللي انا المفروض هجيب الكرنت اللي بيمر في الامبيدنس ديت والكرنت اللي بيمر في الامبيدنس دوت وهيعملوا الفولتج دروب بتاعهم، هجمعهم على ايه؟ هجمعهم على الفي لود. تمام، جمعت على الفي لود بالتالي اقدر احسب ايه؟ الفي جي روت مين سكوير. اوكي، هنيجي نبص على خطوات حل المساله. اول حاجه زي ما قلت لك هيحسب فيها الابيرنت باور الاس 1 بتساوي ايه؟ هتساوي 60000 وات ماينس جي 70000 فولت ماينس جي 70000 فار. تمام، لما تيجي تاخد واحده بقى الابيرنت باور على بعضيها دي بتبقى بالفولت امبير. طيب قيمه الاس 2، طيب الاس 2 دي بتساوي ايه؟ الاس 2 دي المفروض هو اعطالك قيمه لها امبيدنس. تمام، اللود الثاني
تمام، اعطيك لي امبيدنس. طيب ما انا اعطيك امبيدنس اوريدي، انا عندك الفولتج ابلايد على السيستم دوت هو عباره عن بارلل فولتج، بالتالي متساوي، بالتالي معاك فولتج ومعاك امبيدنس. فولتج وامبيدنس اقدر احسب الابيرنت باور، اقدر احسبها. ادي هي حساب الابيرنت باور، لو جينا بصينا تمام الابيرنت باور هتساوي ايه؟ هتساوي الاس هتساوي الفي افكتيف سكوير، تمام، اللي هي الروت مين سكوير على الزد كونجوكيت. تمام، هنيجي ناخد بقى هنا الزد كونجوجيت، هي فين المسألة؟ تمام، هنيجي ناخد الزد كونجوجيت هنا، الزد كونجوجيت هنا، تمام، ادي هنا عندي الزد اوريدي كان عطاها لك، اوكي، الزد كونجوجيت كان شايفين هيبقى 24 ماينس جي 7. طيب هنشوف المسألة، الزد كونجوجيت كان عطاها لك بكام؟ كان عطيك الزد أصلا ب 24 بلس جي 7، تمام؟ لما أنت هتيجي تقسمها على الزد كونجوجيت يبقى هتحول الإشارة البوستيف دي هتحولها لإشارة نيجاتيف، يبقى بالتالي تقدر تحسب الأبيرنت باور بالوضع دوت. أدي أهو الأبيرنت باور جاب الفولتج الفيلو بتاع الماجنتيود بتاعها كاسكوير، أوكي؟ على إيه؟ على ال 24 ماينس جي 7، ماينس جي 7 دي ده الكونجوجيت بتاع السورس امبيدنس، السورس لود، تمام؟ اللود امبيدنس. هيطلع معانا 240000 بلس جي 70000 فولت امبير، تمام. طب التوتال لود بقى اللي مسحوب، التوتال لود هتجمع ده بلس ده، ده بلس ده، ده هيروح مع ده، هيبقى لك ايه؟ هيبقى لك 300 فولت امبير، تمام، 300 فولت امبير. طب هنا عندي اوريدي الابيرنت باور ان توتال بتساوي 300 فولت امبير. طب الابيرنت باور كقانون بتساوي 2500، تمام، في الاي كونجوجيت اللي هو الفي في الاي لود كونجوجيت، تمام، دي الابيرنت باور بتاع اللود. ادي هي عندي المساله الابيرنت باور بتاع اللود، تمام، اللي هو اوريدي 2500 في الحمل، الحمل دوت انا اوريدي معايا الابيرنت باور بتاعته، يبقى الابيرنت باور اللي ظهر على الترم دوت اللي هو بيشمل الحمل التو بارلل دوت مع بعضيهم هيساوي كام؟ هيساوي 3000. طيب بالتالي اقدر احسب قيمه الكرنت اللي اوريدي استهلك فيه الحمل ده، عن طريق قانون الامبيدنس، تمام، زي ما احنا شايفين قانون الامبيدنس هيساوي نص في ال V افكتيف في الاي افكتيف كونجوجيت، اوكي. وبكده بنقدر نحسب الاي لود اللي اتسحب فيه الحمل في الوضع دوت. طيب انا سحبت الاي لود، بعد ما سحبت الاي لود ايه اللي حصل؟ ادي كده اوريدي سيب جبت الاي اللي مسحوب في الحمل اللي هو الاس 1 والاس 2 اللي هو في اللود 1 واللود 2، تمام. بالتالي الكرنت اللي مر اللي انا حسبته اوريدي هو اللي مر في قيمه الامبيدنس بتاعه السورس ده او الامبيدنس بتاعه الخط ده، تمام. فبالتالي محتاج اضرب الفولتج دروب بتاع الخط ده. الفولتج دروب بتاع الخط ده هيساوي ايه؟ هيساوي قيمه الاي اللي انت جبتها، اوكي، في قيمه التوتال امبيدنس بتاعه التو برانشز دولت، اوكي. ادي اهو جاب قيمه الاي في التو امبيدنس بتاعه البرانش اللي هم اوريدي موجودين حوالين الفي سبلايز. لو جينا جبنا بقى الفي جي في الحاله دي هتساوي ايه؟ هتساوي الفي عند النقطه دي والنقطه ديت، تمام، وهنا بتمثل عندك الفي لود بلس الفولتج دروب اللي واقع في التو امبيدنس دولت، تمام. وده اللي هو اوريدي عمله عن طريق قانون طبعا الفولتج كورش فولتج لو، تمام، وطلع قيمه ايه؟ الفي جي هتطلع معاك ب 2514 و86 والزاويه هتطلق بكام؟ ب 2 5 ب 2.735 ديجري، تمام. بعد كده طالب منك ايه في المساله؟ طالب منك بيقول لك باي هاو ميني مايكرو سكند از ذا لود فولتج ماله اوت اوف فيز ويز ذا سورس فولتج. يعني ايه اوت اوف فيز ويعني ايه ان فيز؟ هنشوف على الموضوع دوت. شايفين كده الصوره دي يا باشمهندسين؟ الصوره دي زي ما هي واضحه بالنسبه لكم كده، هلاقي ان الخط الاحمر او الخط الازرق هلاقيهم مع بعضيهم ان فيز. يعني ايه ان فيز؟ متطابقين على بعضيهم بنفس الزاويه بنفس الفيز، تمام. طالما اوريدي عندي تو سيجنال متطابقين بنفس الفيز يبقى بالتالي ده بنسميه ان فيز. طيب الاوت فيز، الاوت فيز بقى لو حصل عندي ديفرنس في الفيز، لو حصل عندي ديفرنس بتوين السورس و يعني سي، تخيل ده معايا دي الفي جي وهنا الفي لود، شايفين في ديفرنس في الزاويه، تمام، في ديفرنس في الزاويه، حصل ما بينهم ديفرنس فيز ديفرنس. لما حصل فيز ديفرنس يبقى بالتالي ده اسمه اوت اوف فيز، تمام. ولو بمقدار قليل مش هتفرق معايا،
بس هو اوريدي السيستم كده اوت اوف فيز، يبقى التو سيجنال دوت مع بعضيهم طالما حصل فيه شيفت للسيجنال على الثانيه بنسميه اوت اوف فيز. طب امتى بقى نسميه كومبليتلي اوت اوف فيز؟ لو شيفت ما بين سيجنال والسيجنال الثانيه 180 ديجري، لو حصل عندي ان الفيز شيفت ما بين سيجنال 1 وسيجنال 2 180، بنسميه في الحاله ديت كومبليتلي اوت اوف فيز. تمام، هو هنا عايز يحسب بقى المايكرو سكند اللي حصل عنده اوت اوف فيز من اللود والسورس. تمام، السيجنال بتاع اللود والسيجنال بتاع السورس اوت اوف فيز حصل امتى بقى الموضوع دوت؟ حصل عندي الزاويه بتاعت الفولتج. تمام، الزاويه بتاعت الفولتج اللي هي حصلت، يعني سي تخيل هنا عندي، لو هنا عندي الدايره بتاعتي، هنبص هنا الدايره بتاعتي ديت، ده السورس بتاعي الاساسي، ده اللود. اللود عند ايه؟ اللود عند الزاويه الفيز شيفت بتاعها بيساوي زيرو. تمام، كوزاين 120 باي تي بلس زيرو، يبقى هنا ده الريفرنس بتاعك. تمام، طيب عايز ترسم بقى الفي جي. طب الفي جي دوت بقى بكام دلوقتي؟ الفي جي هتقولك ب 2.735، يبقى لما كان 360 اللي هي البيريود الكامله. تمام، كانت عاطيه ايه؟ كانت عاطيه قيمه التايم بتاع الفريكوانسي اللي هو مقلوب الفريكوانسي التايم. تمام، طيب لما كانت بقى الزاويه ب 2.735 اللي خليتها اوت اوف فيز، تمام، كانت التايم قد ايه؟ تبدا تحسبه عن طريق المقص وتيجي معاك على طول، هيطلع معاك ب 126.62 مايكرو سكند. تمام، بعد كده بيقول لك بقى، بيقول لك ايه؟ بيقول لك does the load voltage lead or lag the source voltage؟ لا، هنبص بقى على الزاويه. تمام، لقينا ايه في الزاويه؟ اهو هرسم الفي لود، تمام، 2500 والزاويه زيرو. طيب الفي جي، الفي جي هتساوي 2514، تمام، والزاويه كام؟ والزاويه 2.735. اوكي، لما تيجي تشوف بقى تمشي انتر كونتر كلوكايز هيحصل ايه؟ هيحصل هتلاقي هنا عندك ان الفي لود بيلاج الفي بتاع مين؟ بيلاج الفي بتاع الجنريشن. تمام، ده بالنسبه للموضوع دوت. يبقى هتلاقي في الحاله ديت ان الفي لوب بيلاج الفي جنريشن بزاويه قد ايه؟ بزاويه 2.735. تمام، ده بالنسبه لكده المساله رقم 2. بالنسبه بقى المساله رقم 3، المساله رقم 3 بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندك 3 لود in the circuit in figure 3 can be described as follow. عندك لود 1 بيساوي 240 اوم ريزيستور، وعندك in series with the inductive reactance بقيمة 70 اوم، وعندك لود 2 هتقولك capacitive reactance of 120 اوم in series مع ريزيستور بقيمة 160 160 اوم. بعد كده عندك لود 3 بتساوي 30 اوم ريزيستور ان سيريز مع كاباسيتيف ريأكتانس بقيمه قد ايه؟ 40 اوم. واعطيك ان الفريكوانسي بتاع الفولت سورس في الحاله ديت بيساوي كام؟ بيساوي 60 هرتز. تمام، بيقول لك بقى جيف ذا باور فاكتور اند ريأكتيف فاكتور فور ايتش لود. عايز يحسب الباور فاكتور والرياكتيف فاكتور لكل اوريدي برانش، تمام، لكل لود. وبعد كده عايز يحسب الباور والرياكتيف باور للود كمركب على بعضه، كاوريدي لود 1 بلس لود 2 بلس لود 3. تمام، هنشوف هنبدا نتعامل مع المساله دي ازاي. اول حاجه نقدر نحسب الزد الاولاني، الزد الاولاني او اللود الاولاني كان الامبيدنس بتاعته بتساوي كام؟ 240 اوم. تمام، بلس كام؟ جي 70. ليه اخترنا بلس؟ لانه انداكتيف ريأكتانس، انداكتيف ريأكتانس بختار اعمل بلس. تمام، واطلع الزاويه بتاعته بالبولر فورم. طلعت الزاويه بتاعته بالبولر فورم، بالتالي دي زاويه ما بين الفولتج والكرنت. تمام، بالتالي يبقى قيمه الباور فاكتور في الحاله ديت بتساوي كوزاين الزاويه اللي هتطلع لك هنا 16.26، يبقى هيطلع معاك 96 لاجنج، 96% لاجنج. اوكي، طيب الرياكتيف باور بتساوي ساين الزاويه، ساين الثيتا، تمام، ما بين الفولتج والكرنت، يبقى بتساوي ساين كام؟ هتساوي ساين، هتساوي ساين 16.26 ديجري، هيطلع ب 28 من 100. طب الزد 2 بنفس المنوال، يبقى 160 ماينس 100 جي 120 بتساوي 200، وهتطلع بالفوق البولر فورم بتاعها الزاويه سالب 36.87 ديجري. الباور فاكتور هتاخد اوريدي كوزاين الزاويه ديت، تمام، اللي هي بتاعت الامبيدنس. وعندك الرياكتيف فاكتور
هيجي بنفس السيستم دوت، تمام، ساين الزاوية معذرة. هنيجي بعد كده زد تلاتة، زد تلاتة هتساوي 30 ماينس جي 40، ادي 30 تمام ماينس جي 40. هنلاحظ ان مع الكباستيف لوب بنحط اشارة ماينس، مع الاندكتيف رياكتانس هنحط اشارة ايه؟ نحط اشارة بوزيتيف، تمام. زي ما احنا شايفين هنلاقي هنا عندك 240 و70 اوم، ادي 240 بلس 70 جي 70، تمام. وعندك بعد كده هتلاقي بيقول لك 120 رياكتانس ان سيريز مع 160 ريزيستر، يبقى 160 ماينس كام عشان رياكت، عشان كاباسيتيف رياكتانس، يبقى ماينس كام؟ ماينس جي 120. بالتالي تقدر تحسب الباور فاكتور عن طريق الكوزاين الزاويه، تمام، اللي انت حسبتها بالبولر فورم. وعندك الار اف الرياكتيف فاكتور هيتحسب برضه عن طريق ساين الزاويه اللي هي طلعت لك في البولر فورم بتاعت الامبيدنس. نفس السيستم مع زد 3. يبقى انت كده في الحاله ديت انت قدرت تحدد لكل برانش قيمه الاكتيف الباور فاكتور كوركشن الباور فاكتور، وعندك ايه؟ والرياكتيف فاكتور، تمام. هنيجي ناخد بعد كده بقى المطلوب الثاني، بيقول لك ايه؟ عايز ياخد بقى، عايز يحسب الباور والرياكتيف باور للامبيدنس كتوتال، تمام. ازاي الموضوع دوت؟ اول حاجه هو اوريدي عشان ده ان بارلل مع بعضه حسب الادميدنس، زي ما احنا طبعا عارفين الادميدنس بتساوي مقلوب الامبيدنس، تمام. انت اوريدي معاك الامبيدنس بتاع كل برانش، حسبت الادميدنس عشان تسهل معاك الكالكوليشن بتاعت البارلل فورم، تمام. حسبتها طلعت معاك بان توتال ادميدنس طلعت معاك 19.48 و84 بلس جي 17.88 ملي سيمون، اوكي. بعد كده تاخد دوت هتاخد تجيب الزت ان توتال، هتلاقي مقلوب الامبيدنس هيطلع بكام؟ هيطلع ب 37.44 والزاويه سالب 242.03 ديجري. ومن هنا هتعرف تحسب الباور فاكتور، الباور فاكتور بتساوي كوزاين الزاويه بتاعت الامبيدنس، والرياكتيف باور بتساوي ساين الزاويه بتاعت الامبيدنس، تمام. المساله دي يعتبر بتدربك على كيفيه حساب الاكتيف الباور فاكتور والرياكتيف فاكتور من خلال الامبيدنس سيستم، تمام. هنيجي ناخد بقى المساله الاخيره في الشيت. المساله الاخيره في الشيت بقى دي مهمه جدا، لان ده ابلكيشن خاص بمحطه الكهرباء، تمام. بمعنى ايه؟ بمعنى انا عندي سي محطه الكهرباء الجينريشن بتاعها هو الجزئيه ديت، تمام، ده السورس. بعد كده بيبقى في عندك ترانسميشن لاين، تمام، او الخط بتاعك اللي انت بتنقل من خلاله الباور، وبعد كده بتوصل للود ديستريبيوشن سيستم، تمام. عندي قيمه معوقه الخط الامبيدنس بتاعت الخط بتساوي 4 اوم بلس جي 3، تمام. عندي قيمه اللود الامبيدنس بتاعته بتساوي 120 بلس جي 90. عندي السورس بتساوي 465 والزاويه 0 كروت مين سكوير، تمام. هنا بيقول لك ايه؟ اول حاجه بيقول لك فايند ذا افريج باور ديسيبيتد ان ذا لاين، عايز يحسب الافريج باور اللي حصلت في اللاين، تمام. طيب عشان احسب الباور الافريج باور ديسيبيتد في اللاين المفروض احسب الكرنت اللي بيمر هنا، تمام، وهضربه في ايه بقى؟ هضربه في قيمه المقاومه، لان قيمه المقاومه هي اللي هتجيب لك ايه؟ هي اللي هتجيب لك الاكتيف باور، تمام، هو اللي هيحصل فيها ديسيبيشن، اوكي. بينما لما هتضرب المقاومه في عندك الاندكتيف بس الاندكتيف رياكتنس هتجيب لك رياكتيف باور فار، تمام. لو ضربتها ان توتال في الامبيدنس هتجيب لك الابيرنت باور، تمام. يبقى انت برضه ايه؟ صح. هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك find the average power dissipated in the line. يبقى المفروض حضرتك هتحسب ايه؟ قيمة الـ average power اللي هي بيحصل لها dissipated فين؟ في اللاين، تمام؟ هنيجي ناخد بعد كده بيقول لك find the capacitive reactance that when connected in parallel with load will make the load ماله look purely resistive. عايز يحسب قيمة الكاباستنس اللي هتتركب ان بارلل مع اللود دوت، اللي هتخلي اللود دوت بالنسبة للسيستم عبارة عن بيور ريسيستيف، يعني الباور فاكتور بتاعه بكام؟ بواحد صحيح، تمام؟ بعد كده بيقول لك find the average power dissipated in the line when the capacitive reactance is connected across the load. عايز يحسب find the average power dissipated in the line، عايز يحسب بقى ال average power dissipated اللي حصل في اللاين، يعني ايه اللي هيحصل هنا في اللاين دوت؟ هل هتقل؟ هتزيد نتيجة لما اركب الكاباستنس reactance على السيستم؟
ايه اللي هيحصل كباستور بانك ديت، ايه اللي هيحصل لما اللي الترانسميشن لاين للوسز بتاعته هل هتقل ولا هتزيد، هنعرف عن طريق ايه المساله. تمام، هنبص على الحل كده ونمشي واحده واحده. اول حاجه زي ما انا قلت لك هو اوريدي محتاج يحسب الباور ديسيبيشن بتاع الخط. تمام، طب الباور ديسيبيشن بتاع الخط عشان تحسبه لازم تحسب ايه الكرنت. طب هتحسب الكرنت ازاي؟ قال لك ان الاي بتساوي 465 والزاويه 0 على كام؟ على ال 124 بلس جي 93 اللي هو قيمه اوريدي الامبيدنس بتاعه اللود بلس الامبيدنس بتاعه الخط. هتطلع هتقعد تحطها لنا بالريكتانجلر فورم والبولر فورم. اوكي، بعد كده هتبدا تحسب حسبت قيمه الكرنت هيطلع معاك ب 3 والزاويه سالب 36 و 87 ديجري امبير، يبقى بالتالي قيمه الباور في الحاله ديت هتساوي ايه؟ هتساوي 3 سكوير في الاربعة. ليه ضرب في الاربعة؟ لان هو ضارب، لو ليه ما ضربش في الجي 3؟ لان هو طالب اصلا افريج باور ديسيبيتد. افريج باور ديسيبيتد يعني اكتف باور، الاكتف باور بيحصل لها ديسيبيت فقط في الريزيستيف لود مش الانتاكتف لود. تمام، وصلت. ده بالنسبه هيبقى هنا عندي قيمه اللوس اللي واقعه في الخط هتطلع بكام؟ تطلع ب 36 واط. تمام، ودي بتمثل عندي حراره. بعد كده عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب قيمه الكاباستنس اللي هو هيبدا يضيفها ان بارلل على اللود دوت عشان يبدا عشان يبدا يظهر يلوك على هيئه ايه؟ على هيئه بيورلي ريسيستيف. تمام، لود. يبقى انا مفترض عشان احسب قيمه الرياكتنس بتاع الخط ادي اهو الواي ال. تمام، دي قيمه الادميتنس بتاعت الخط. قيمه الادميتنس بتاعت الخط هتساوي 1 على 120 بلس جي 90. خلاص احنا عرفنا الادميتنس هي مقلوب الامبيدنس. ليه؟ عشان نبدا نشوف الدنيا بتاعتنا هنا هتمشي ازاي. اوكي، عندك بعد كده طلعت لك قيمه الادميتنس بكام؟ ب 5.33 ماينس جي 4 ملي سيمون ماينس جي. تمام، يبقى انا المفترض الماينس جي ال 4 ملي سيمون ديت المفروض اللي انا ابدا احط لها قيمه الاكس سي المكافاه ليها. تمام، ادي اهو يبقى قيمه مقلوب. طبعا هنا هتبقى سسبيدنس هنا في الحته دي. تمام، هتبقى عباره عن سسبيدنس. طب انا عايز اجيبها كرياكتنس. رياكتنس يبقى بالتالي هعمل ايه؟ كقيمه الاكس سي هتساوي 1 على ال 4 تمام في 10 اس ماينس 3 1 على الترم ده. اوكي، هيطلع بكام الموضوع دوت؟ هيطلع بماينس 250 اوم. وبقى انا كده قدرت اجيب ايه؟ قدرت اجيب قيمه الرياكتنس الكاباستيف رياكتنس اللي هتقدر تتحط مع امبارل مع اللود عشان يظهر اللود دوت على انه ايه؟ ريسيستيف لود. تمام، بعد كده هيبدا يحسم عندك الزد لود. الزد لود في الحاله دي هتساوي ايه؟ قال لك ان الزد لود في الحاله ديت هتساوي 1 على 5.33 في 10 اس سالب 3. تمام، اللي هو مقلوب ايه؟ مقلوب الامبيدنس. تمام، اللي هو مقلوب الادميدنس. اوكي، وهو اوريدي بعد ما ضاف، يعني هو اوريدي بعد ما ضاف عايز يعرف قيمه الزد توتال اللي اوريدي اللي اتحسبت في الموضوع دوت. قال لك ان الزد توتال اللي اتحسبت في الموضوع دوت ان توتال بعد ما ضاف عندك الكاباستيف بانك بقى اوريدي عباره عن ريسيستيف لود. تمام، قيمه بقى ريسيستيف لود دي بتساوي ايه؟ هتساوي مقلوب ايه؟ مقلوب الريال بارت. تمام، ادي 1 على 5.33 في 10 اس 3 هتطلع ب 187.5 امبير. تمام، بعد كده المطلوب رقم تي بيقول لك ايه بقى؟ المطلوب رقم تي بيقول لك find the average power dissipated in the line when the capacitive reactance is connected across the load. تمام، عايز يحسب قيمه الافريج باور بقى اللي بتمر في الترانسميشن لاين. نشوف عمل ايه تاني معانا بعد ما حطينا وحده الكاباستيف بانك او عملنا كوريكشن باور فاكتور. تمام، اول حاجه هنحسبها الاي جديده. طيب الاي جديده بتساوي ايه؟ بتساوي 465 والزاويه 0 ديجري اوفر كام ديفايدد باي كام؟ ديفايدد باي 191.5 بلس جي 3 هيطلع معاك بالقيمه ديت، هيطلع 2.4279 والزاويه سالب 9.10 ديجري امبير. يبقى قيمه الباور الكرنت اللي اتسحب في السيستم بعد ما عمل كوريكشن باور فاكتور بعد ما ضاف الكاباستيف لو كاباستيف بانك او كاباستور بانك اللي حصل قيمه الكرنت اللي اتسحب ايه؟ قليل. ودي فايده الباور فاكتور اللي هو اوريدي كده عمل كوريكشن باور فاكتور للسيستم. تمام، يبقى قيمه الباور اللي حصل لوسز في الخط هتبقى هتطلع بكام؟ هتطلع ب 23 و 58 واط. شايفين في الحلقه الاولانيه كان كام؟ كان 36 واط.
قبل ما يعمل كوركشن باور فاكتور. وبعد ما عمل كوركشن باور فاكتور هو عمل ايه؟ هو اوريدي سحب كارنت قليل من السورس، تمام؟ فبالتالي قلل اللوسس بتاعه الترانسميشن لاين او اللوسس بتاعه الخط، تمام؟ بعد كده عايز تحسب بقى نسبه الريدكشن اللي حصلت، هتبتدي تقسم 23.58% على 36، هيطلع معاك حصل ريدكشن للباور لوسز بنسبه قد ايه؟ بنسبه 65.5%، تمام؟ ده بالنسبه لقيمه الكوركشن باور فاكتور اللي هو اوريدي صححها. يعني هو لما حط كاباستيف بانك او كاباستيف لود مع اللود ذات نفسه، تمام، ان بارلل معاه، هو اوريدي كده عمل سبلاي للرياكتيف باور لللود، تمام؟ بالتالي قدر يعمل بيها ايه؟ قدر يغذي اللود كلود لوحده، قدر يغذيه بالرياكتيف باور بتاعته. بالتالي اوريدي اللود محتاجش رياكتيف باور من الشبكه عشان يتغذى بيها، بالتالي قلل الابيرنت باور المسحوبه من الشبكه، بالتالي قلل قيمه الكرنت المسحوب من الشبكه، تمام؟ طب لو حضرتك بقى عايز تحسب قيمه الكاباستنس اكشولي بتاعت الموضوع دوت هيساوي ايه؟ انت اوريدي معاك الاكس سي ومعاك القانون بتاعها، الاكس سي بيساوي 1 على اوميجا سي، تمام؟ بالتالي لو تحسب قيمه الكاباستنس نفسها قلت لك احسب لي قيمه الكاباستنس، انت اوريدي تكون ساتسفايد بالنقطه ديت يعني، تمام؟ وبكده يعتبر نهينا شابتر 10، تمام؟ بالشغل بتاعه كله، وكفرنا كل النقط المهمه اللي فيه. يا ريت بس الناس تبدا ايه تحل بايديها وتبدا تمشي الدنيا وتشوف كده الدنيا هتمشي ازاي ان شاء الله، تمام؟ بالتوفيق ان شاء الله يا باشمهندسين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.